السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الروبوتك باستخدام شريحة الأردوين. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نتحكم في 3 ليد وسيرفو باستخدام بوش بوتن واحد بشكل متتالي وتلقائي، وقلنا ممكن تستخدم الفكرة دي في توصيل مجموعة أجهزة في المنزل باستخدام مالتي ريلي وتتحكم فيهم بشكل متتالي. حلقة النهاردة جميلة من حيث الفكرة وممكن تستخدمها في تطبيقات كتير. النهاردة هنتعلم حساس DHT11، والحساس ده بيقدر يقيس درجة الحرارة والرطوبة في نفس الوقت، وممكن كمان تستخدمه في الغرفة أو المكان اللي انت متواجد فيه. وهنتعلم ازاي نربطه بالبلوتوث وكمان اظهار القراءة على شاشة الموبايل باستخدام Remote XY Application. نفس التطبيق ده ممكن نطوره ونعمل ازاي نقدر نتحكم في درجة حرارة الغرفة بتشغيل مكيف او مروحة بشكل تلقائي. تعالوا بسرعة نشوف الادوات المستخدمة في التطبيق. هنحتاج شريحة البلوتوث الـ HCC05، ودي شرحناها في الدرس رقم 9، وكمان هنحتاج نراجع حلقة رقم 8 عن كيفية عمل الجرافيك انترفيس باستخدام موقع Remote XY. وطبعا بطل الحلقة النهاردة هيكون الـ DHA11، وده حساس لقياس درجة الحرارة والرطوبة. تعالوا بسرعة نشوف طريقة العمل قبل التركيب. زي ما تعودنا دلوقتي هنفهم فكرة عمل السنسور DHT11. هو في حيث الأمر في نوعين من السنسور ده، في DHT11 وفي DHT22. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم دايما بيبقى في الرينج بتاع قياس درجات الحرارة والهيوميديتي. فاحنا لو بجينا بصينا على ايدينا الشمال، هو ده السنسور اللي احنا هنستخدمه، ده دايما بيبقى لونه ازرق DHT11. لو بصينا على الداتا شيت او الخصائص بتاعته، دايما بيبقى كاتب لك ان الهيوميديتي بتاعته بيقدر يقيس من رينج 20 لغايه 80%، وفي عندك 5% اكوريسي، يعني الدقه بتاعته بتتراوح في حدود 5%. وبالنسبة لدرجة الحرارة بيقدر يقيس من 0 لـ50 درجة، وبرضو طبعا الاكيروسي بتاعته في حدود تقريبا 2 درجة سيليزية. ودي النقطة بقى المهمة والنقطة الاخيرة اللي هي بيقول لك no more than 1 هرتز sampling rate. ده معناها ايه؟ معناها ان القراية بتاعت الحساس ده بيقدر يقرا كل once every second، يعني كل دقيقه بيبتدي كل ثانيه بيبتدي يقرا قرايه. طب المعلومه دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في البرمجه، وهنشوفها مع بعض عشان هنستخدم امر ديلي مش اقل من ثانيه عشان ما بين كل قرايه وقرايه. طب لو بصينا على ايدينا اليمين السنسور DHT22، السنسور ده برضو درجة الهيوميديتي بتاعته كبيرة شوية عن التاني، ده بيقيس من 0 لـ100. الاكيرسي بتاعته اعلى شوية من 2 لـ5، يعني ادق. برضو بيقدر يقيس درجة حرارة رينج اكبر، ان هو بيقدر يقيس من -40 لغاية 80 درجة، يعني ده مناسب للاماكن الحارة. ومثلا لو انت بتقيس في الاماكن مثلا جوه الثلاجات او في الاماكن اللي فيها تبريد عالي، فممكن تستخدم السنسور ده افضل من التاني. وهنا برضو كمان النقطة المهمة، هنا بيجي يقول لك ان يقدر يقيس once every 2 seconds، يعني القراية بتاعته ما بين كل قراية وقراية ممكن ما بين كل ثانيتين تقدر تعمل امر ريد. فالمعلومتين دول مهمين جدا بالنسبة لنا. واخر بس معلومة محتاجين نشوفها هي التوصيل. في برضو منه نوعين في السوق، في هتلاقي السنسور ده جاي بـ 3 بن زي ما احنا شايفين، وفي سنسور لوحده جاي بـ 4 بن. لو انت عندك السنسور ابو 3 بن، ده دايما بيبقى على ايدك الشمال طرف موجب 5 فولت، واخر طرف بيبقى جراوند، ودايما الطرف اللي في النص بيبقى هو طرف الداتا او السيجنال اللي هتوصلها بالديجيتال بن. طيب لو انت عندك السنسور اللي فيه 4 اطراف، لو انت عندك السنسور اللي فيه 4 اطراف، هتوصل اول طرف في 5 فولت، تاني طرف في الداتا، وهتسيب الطرف الثالث وهتوصل في الطرف الرابع الجراوند. بالشكل ده كنا احنا عرفنا فكرة العمل. تعالوا بسرعة نشوف طريقة التوصيل.
زي ما تعودنا هنبتدي نرسم الدايره بتاعتنا على البرنامج فريدزنج. اول حاجه هنبتدي نوصل الجراوند والفايف فولت مع الكومن مع في لوحه البريد بورد. عشان نبتدي نوصل بقيه الكومبوننت بتاعتنا هنبتدي نوصل بقى الجراوند والفايف فولت بتاع شريحه الاتش سي البلوتوث، وهنوصل برضو الفايف فولت والجراوند بتاع السنسور الدي اتش تي 11. وبعد كده هنبتدي نوصل طرف الإشارة بالديجيتال بن رقم 7 بخصوص الهيوميديتي سنسور، وهنوصل الار اكس والتي اكس زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت في بن رقم 3 و2. وجماعة زي ما اتفقنا لازم يتعمل توصل كروس في لوحة الاردوينو، يعني الار اكس بتاع البلوتوث يتوصل في التي اكس بتاع الاردوينو بالشكل ده. وبكده يكون خلصنا طريقة التركيب. هنراجع سريعا التوصيلات ونشوف طريقة البرمجة. هنا زي ما اتفقنا قلنا ادي الخمسة فولت والجراوند من الاردوينو هنوصله في البريد بورد، ومنه هنبتدي نوزع الخمسة فولت اللي رايح للسنسور والجراوند اللي رايح للسنسور. وكمان انا هنا حاطط دبوس دباسة، يعني انت ممكن تستخدم الموضوع ده برضو بحيث تقلل عدد الوايرات اللي عندك او يكون شكلها بسيط في البريد بورد. فانا استخدمت ادي طرف وصلته مع الجراوند وطرف وصلته ب 5 فولت اللي رايح للبلوتوث. وعندك هنا ادي طرفين الار اكس والتي اكس زي ما اتفقنا شايفين عاملين كروس، الار اكس رايح للتي اكس والتي اكس رايح للار اكس في البن رقم 2 و3. طيب انا هنا طبعا عشان خاطر نبتدي نعرف السنسور اتفقنا ما نفكرش في السوفت وير مره واحده. هنبتدي نعرف الاول السنسور الهيوميديتي ونكتب له الكود بتاعه لوحده ونشوف قرايته على السيريال، وبعد كده نبتدي نعمل الجرافيك انترفيس باستخدام ريموت اكس واي. هنا الكود انا اوريدي كتبته. لو انت عاوز تستخدم السنسور ده بيجي معاه لايبراري، الليبراري دي زي ما اتعلمنا انا هسيبها لكم طبعا في الديسكريبشن، بتعمل لها طبعا اكستراكت تو وبتاخد الفولدر اللي تفك الضغط بتاعه وتاخد كوبي وتروح على مكان الاردوينو اللي نازل عندك على الجهاز. انا عندي هنا نازل في الدوكيمنت في الاردوينو في لايبراري، وهنا بتبتدي تعمل له بيست. انا اوريدي حطيته بيست هنا، وقلنا لازم تقفل الاردوينو سوفت وير وترجع تفتحه من اول جديد عشان خاطر يعمل ابلود للداتا. ولما بتيجي تكتب الكود بتيجي هنا تخش على include library هتلاقي فيه dht library، بدوس عليها بيبتدي يعرف لك library بتاعته في الكود. السنسور ده زي فكرته زي فكرة عملة البوتنشيوميتر. طبعا هو اي سنسور موجود فكرته مبنية على تغير المقاومة، كل ما المقاومة بتتغير بقيمة او برقم معين ده بيبقى ليه دلالة برقم الحرارة او الهيوميديتي. تمام، فهو لو انت جيت بصيت على برمجته هتلاقي نفس البرمجة بتاعت البوتنشيوميتر. ازاي؟ ابتدي الاول حاجة هنا طبعا هو حط له اللايبراري بتاعته وبيتعرف هنا متغير اسمه DHT ده طريقة البرمجة بتاعته. بعد كده هنا بتيجي هنا تعرف المتغيرات بتاعتك اللي احنا تعودنا عليها. عملنا انت سنسور وصلته، ده طبعا هنا الطرف الداتا اللي رايح لبن رقم 7 فعرفته، وعملت متغير اسمه temperature ومتغير اسمه humidity عشان خاطر لما السنسور ده يقيس لي درجة الحرارة والرطوبة يبتدي يسيف لي القيم بتاعتهم في المتغيرين دول زيهم نفس فكرة البوتنشيوميتر. بعد كده جيت هنا عملت سيريال دوت بيجين وخليت السرعة 9600، وقلنا خلي بالنا لازم نبقى نفس السرعة دي موجودة في التيبل بتاعنا هنا عشان خاطر القراية تبتدي تظهر معانا بالشكل ده. لو تفتكروا احنا في البوتنشيوميتر كنا بنعمل بنقول بقى المتغير اللي احنا هنقيسه بنقول له تمب مثلا بيساوي انالوج ريد وبنحط قيمة السنسور. هنا برضو نفس الفكرة، بس هو الاول بيقول حاجة بيعمل متغير اسمه check. هنا ده انت سي اتش كي ده اختصار لتشيك. قبل ما بتبتدي ياخد بالقراية من السنسور بيبتدي يشيك على السنسور شغال ولا لا، فلازم تكتب له الامر ده انت تشيك بيساوي دوت اتش تي دوت ريد 11 ما بين قوسين السنسور اللي هو متركب في رقم بين رقم 7.
وبعد كده بيجي يعرف المتغيرات او يسيف الداتا اللي هتقرا من السنسور يحطها في التمبريتشر وهيوميديتي عن طريق تمبريتشر او تمب بتساوي دي اتش تي. طبعا دي اتش تي دوت تمبريتشر دي نفس ده بما يعادل الامر اللي احنا كنا بنكتبه انالوج ريد دوت سنسور. فهو ده طريقة برمجته بالشكل ده. هما دول الثلاث اسطر اللي انت بتحتاج تكتبهم في السنسور عشان خاطر يبتدي يطلع لك قراية التمبريتشر والهيوميديتي. طالما خلاص عرفت قدرت توصل لدرجة الحرارة والهيوميديتي تقدر تعمل اي حاجة تانية، خلاص تقدر تربطه مع اي شيء. دلوقتي احنا عاوزين نعرض بقى الداتا دي، فعملت هنا سيريال دوت برنت، رحت عملت كلمة تمب ما بين وقبلها نقطتين بحيث اعرض بعديها قيمة التمبريتشر، بعد كده سبت مسافة وكتبت هيوميديتي وعملت نقطتين، رحت كاتب برنت هيوميديتي اللي هي القيمة اللي انا حسبتها دي، وعملت بعديها علامة البرسنتج بحيث تظهر لي القراية بشكل مترتب. ودي النقطة اللي اتكلمنا عليها، قلنا لازم تحط امر ديلي. لو ما حطتش امر ديلي هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. تعال نحمل الكود ده ونشوف ايه القراية اللي هتطلع لي. وهنا امر ديلي انا قلت لو تفتكروا في الداتا شيت كان كاتب ان هو ما بيقدرش يقرا الا 1 بير سكند، يعني مره كل ثانيه. فانا رحت حاطط هنا امر ديلي ثانيه ونص عشان خاطر يفصل القراية من كل قراية وقراية ثانيه ونص. تعال نشوف نحمل هنا الداتا السوفت وير ونشوف ايه القراية اللي هتطلع لنا. يا جماعة نسيت مهمة جدا يا جماعة، لازم واحنا بنحمل الكود نشيل طرف ال RX وال TX. انا النقطة دي دايما كنت بنساها في الدروس اللي فاتت. لو انت عندك اي سوفت وير ليه علاقة بال RX وال TX لازم الاول تشيل ال RX وال TX وبتبتدي تحمل السوفت وير بتاعك عشان ما يطلع لكش ايرور. تعالى هنا نشوف ايه القراية اللي هتطلع لنا. فعلا ادي القراية ابتدت تطلع لنا 28 درجة و70% هيوميديتي، يبقى احنا فعلا الكود بتاعنا كده سليم. طب تعالى لو انا بقى جيت خليت هنا الديلي مثلا نص ثانية، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل في القراية. اهو شايفين الايرور اللي بيطلع لك ده، يقرا لك قراية سليمة مرة وبعد كده يعمل لك ماينس 999 والهيوميديتي ماينس، مش قادر يقرا القرايه بتاعته، مش قادر يحصل على القرايه. تمام، لان هو طريقه تصنيعه لازم تكون الفرق بين كل قرايه وقرايه على الاقل ثانيه. تمام، فلما تعملها ثانيه او ثانيه ونص بتبتدي القرايه بتاعته ترجع مره تانية سليم. وبرضو بالنسبه للسنسور ال DHT22 لازم تعمل فرق على الاقل ثانيتين. يبقى كده احنا بالشكل ده خلصنا اول جزء من البرمجة بتاعتنا. عاوزين بقى نشوف ازاي نقدر نعمل جرافيك انترفيس على برنامج ريموت اكس واي. هنبتدي نفتح السوفت الموقع الويب سايت. انا هنا اوريدي كنت رسمت التصميم بس بسرعة هنعيده مع بعض كده تاني اقولك فكرة التطبيق. بتروح على هنا انديكيشن وبتدي تاخد عندك هنا تكست سترينج. هنا ده لو انت عاوز تعرض اي قيمة جاية من الاردوينو على الموبايل. وبالشكل ده انا عملت اتنين، واحد للتمبريتشر واحد للهيوميديتي. وجيت هنا لو شفتوا تلاحظوا انا غيرت هنا اسمه من تكست سلاش تمبريتشر تمب، والتاني عملته تكست دوت هيوميديتي. دي مهمة جدا عشان خاطر تفرق معاك في الكود. وجيت هنا على تكست اخدت هنا من الليبل وهنا رحت جاي سميته تمبريتشر، او ممكن هنا تكتب اي شيء انت بتحبه هنا، وزيه عملت هيوميديتي وغيرت الالوان بتاعتهم. وبالشكل ده انا خلصت الجرافيك انترنت، بس سهل وبسيط جدا. وقلنا نتاكد على الكونفيجريشن ان انت بتستخدم شريحه البلوتوث والاردوينو نانو والاتش سي 05، والموديول هنا عندك هنا هنعمله هتوصل على بين 2 و3 في ال RX وال TX. هي دي النقطة المهمة يا جماعة عشان توصل عليها. تمام، وعندك هنا السيريال 9600 هو اوريدي عامل. انا بالشكل ده اكون خلصت خلاص التصميم بتاعي. وقلنا بنيجي هنا تشوف السورس كود بتاعك، هو ده السورس كود.
وقلنا لو انت اول مره بتستخدم الريموت اكس واي لازم تنزل اللايبراري بتاعته وتعرفها على الاردوينو، وبعد كده تبتدي تاخد الكود بتاعك. هنا انا اخدنا الكود كله على بعضه كده كوبي وبيست، وابتدي افتح سوفت وير جديد واعمل له بيست. وقلنا مش عاوزين نتفاجأ من شكل البرمجه او البرنامج، قلنا يعني هنحاول نبسطه. قلنا الجزء الاولاني ده ملهوش اي لازمه، القرايه دي ممكن تشيلها. وقلنا الجزء اللي هنا خاص بالريموت اكس واي اللي هو تعريفه مع وتوصيله مع البلوتوث، كل الجزء ده انت مش هتقدر يعني تشتغل عليه. هنا لو بصينا هتلاقي هنا عرف لك التو سترينج اللي انت هتسايب فيهم، واحد اسمه تكست تمب وواحد تكست اسمه هيوميديتي. وهنا الجزء اللي انت قلنا هنبتدي نكتب فيه الكود بتاعنا في الفويد سيت اب وهنا في الفويد لوب. يبقى انت في حيط الامر عاوزين نعدل في الكود ده هنكتب في الجزء ده والجزء ده وقبل الجزء بتاع ريموت اكس واي. طب زي ما اتعلمنا من الدروس اللي فاتت هناخد كوبي وبيست من اللي احنا عملناه هنا. هناخد كده الجزء ده كله هنحطه قبل ريموت اكس واي هنا. يبقى انت كده خدت الجزء الاولاني. الجزء الثاني السيريال، انت هنا مش محتاج تعرض داتا سيريال في الفويد سيت اب لان انت اوريدي هتعرض الداتا على الموبايل، فاحنا مش محتاجين هنا السيريال دوت بيجن. اللي انا محتاجه هنا في الفويد لوب محتاج الجزء ده، الجزء ده كله انا ده محتاجه هنا اهو بالشكل ده في الفويد. معلش متغير فنحطه في الفويد لوب. وناقص لنا حاجة واحدة، أمر ديلي برضو ده أنا محتاجه بالشكل ده. طيب أنا ناقص لي حاجة واحدة دلوقتي، أنا الداتا أو القيمة التمبريتشر والهوميديتي دي أنا عاوزها تظهر لي في التيبل اللي أنا حطيته بتاع التكست. طيب ال RX او ريموت اكس واي عامل خاص بيقول لك عشان خاطر تقدر تعرض الداتا بتاعتك اللي انت قريتها على السيريال او القيم اللي انت طلعتها في الاردوينو لازم تحولها الاول لسترينج اللي هو تكست كتابة، وبعد كده تبعت الداتا دي للموبايل. عشان خاطر تعمل الموضوع ده هو اوريدي دخلت على اللايبراري بتاعته ولقيت ان هو في امر بتكتبه بالشكل ده اسمه DTO STRF، دي اختصار لسترينج. وبتفتح قوس بتاخد انت اول القيمة اللي انت عاوز تحول قيمتها من رقم لتكست اللي هو التمبريتشر، وبتعمل فاصلة وزيرو وفاصلة واحد، وتكتب هنا ريموت دوت اكس واي. هنا هتكتب فين التكست اللي انت متعرف عندك فيه الاردوينو اللي احنا قلنا هو الجزء ده تكست سلاش تمب. تمام، تاخده كوبي بس. يبقى انت الامر ده هيبقى ثابت عندك لو انت عاوز تعرض اي داتا في الاردوينو على الموبايل. لازم الاول تحولها من رقم لتكست عن طريق الامر ده. تمام، بتاخده كوبي وبيست وبيبتدي تحط هنا الرقم اللي انت عاوز تحوله، وبتحط هنا التكست اللي هو موجود عندك في ريموت اكس واي. طب عاوزين نعمل التكست التاني الخاص بالهيوميديتي كوبي وبيست. تمام، وهناخد هنا الهيوميديتي اللي هو الرقم بتاعها هنحطه هنا مكان التمب، واطلع اخد اسم التكست بالظبط زي ما هو عشان خاطر ما يحصلش عندي اي خطأ في الداتا مكان تمب بالشكل ده. بالشكل ده لو انت جيت راجعت السوفت وير بتاعك هتلاقي ان هو اول حاجة بيعمل تشيك على السنسور، تاني حاجة بيبتدي يحسب درجة الحرارة والهيوميديتي، بعد كده بيبتدي يحول درجة الحرارة والهيوميديتي لسترينج او تكست، وبعد كده بيبعت الداتا دي على الموبايل وبيعمل ديلي ثانيه ونص بين يعني كل قرايه وقرايه. وبالشكل ده كنا احنا خلاص السوفت وير بتاعك، وكون كده خلصت حلقه النهارده. ويا رب يكون ضفنا معلومه جديده، وما تنسونيش من صالح دعواتكم وما تبخلوش علينا بلايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.